نادية، انت على فكرة ليك تقدير كبير قوي قوي، لانك انت من اول المعزين. ان شاء الله تكون اخر الاحزان. انت تعاملتي مع المسألة بالفعل اللي بيكلمك كأنه بيعزيك يعني. مش صعب يا مدام نادية شوية ان تبقى في شائعة وفاة وتنتشر بهذا الشكل؟ مش بتبقى وقعها صعب شوية؟ والله الحقيقة تقول لي الصراحة يعني يمكن أنا يعني أتمنى حاجة، يعني نحن نؤمن بالقدر وبسنة الحياة والطبيعة، والحياة والموت هما الحقيقة اللي نحن وطلع علي قلب اللغة العربية، فنحن نؤمن بيها وبكل حب وإيمان. أما أنا بقى إيه في التجربة دي الحقيقة أتميز بقى، إن أنا بقية في حياتي، يعني إن أنا بقية في حياتي، لكن أنا حياتي شايفة المحبين واللي جم متأخر واللي مأجلين ليوم الخميس، ودول لهم كلام كبير معايا. لكن الحقيقة شوف سعادتك انت، الخبر عليك يعني انت فرحان قوي، انا عمري ما شفت السعاده على وشك. لا انا فرحان من يا وائل من تعاملك مع الموت. اصل بلاقي الناس، اصل انا شفت البعض ممن اصابتهم شائعات من هذا النوع بتجيلهم حالة غم وحزن ويعتبر. رحلت منذ ساعات إحدى عمالقة زمن الفن الجميل الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عام بعد صراع طويل مع المرض الالتهاب الرئوي الحاد، حيث تدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة وتواجدت داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق طبي، تاركة وراءها الكثير من الأعمال التي ساهمت في تشكيل ريادة السينما المصرية وتجلت نجوميتها حتى في اللحظات الأخيرة من عمرها. فمن المحزن أن يسمع الإنسان خبر وفاته بينما هو على قيد الحياة، خاصة إذا كان الأمر متكرر كما كان يحدث مع الفنانة الراحلة، حيث أعطتها الحياة فرصة سماع ورؤية خبر وفاتها حيث جعلها تشعر بحب المقربين إليها. فمنذ ساعات أعلن الدكتور أشرف زكي خبر وفاة إحدى أيقونات الفن في مصر والتي عرفها الجمهور بأدائها المميز وجمالها الأوروبي بمستشفى المعادي العسكري، وقال إن إجراءات الدفن لن تنتهي اليوم وبالتالي ستؤجل الجنازة إلى غدا الأربعاء، حيث نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قائلة إن الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارها علامة بارزة صنعت جزء من تاريخ هذا الفن، وكانت كلمة السر لنجاح نقبة من أعظم الأعمال الخالدة، مشيرة إلى أن سيرتها الطويلة التي تميزت بالنضال الوطني والبطولة إلى جانب الإبداع الفني. ونستعرض هنا أبرز المحطات في حياة الفنانة القديرة الراحلة. البدايات، ولدت الفنانة القديرة بولا محمد مصطفى شفيق اسمها الحقيقي في حي عابدين بالقاهرة عام 1937 لوالد صعيدي كان يعمل محاسبا، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955 وبدأت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها على مسرح المدينة، لكنها نسيت الكلام أمام الجمهور حيث اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، ولغرابة اسمها اختار لها اسم نادية اقتباسا من شخصية الفنانة فاتن حمامة في فيلم لا أنام في رواية الكاتب إحسان عبد القدوس. إشاعات وفاتها بعد انتشار شائعة ضمن الشائعات التي امتدت على نطاق واسع بين الجمهور، ظهرت الفنانة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي لتعلق على الأمر قائلة: أنت على فكرة لك تقدير كبير عندي عشان أنت من أول المعزيين. بهذه الكلمات ردت مازحة، حيث اتخذت الأمر ببساطة وأصبحت تتلقى المكالمات الهاتفية من قبل من يرغب في أداء واجب العزاء بصدر رحب، وقالت إنها مؤمنة بالقدر وإن الموت سنة الحياة، وأضافت ساخرة: أنا والبقية في حياتي يعني شايفة المحبين ليا عملوا إيه، مشيرة إلى أن هذا الموقف جعلها تتمتع بالوجود والرحيل في آن واحد.